الميكروفون. إذا عدده اليوم سنحاول من خلاله رصد أهم المستجدات فيما يتعلق بمواكبة التطورات الحاصلة لمجابهة وباء كورونا على مستوى البلدية العمرية والإجراءات المتخذة، سواء تعلق الأمر بجانب التعقيم والتطهير أو الهبات التضامنية تضامنا مع الأسر المعوزة والمتضررة جراء الحجر الصحي. إذا هو موضوعنا لنهار اليوم ضمن هذا الفضاء. رقمي الإذاعة في الخدمة 46 79 40 40 79 50 50، هو جسر التواصل بيننا وبينكم المستمعين الأفاضل من الآن إلى قرابة المنتصف بمشيئة الخالق طبعا. إطالة نحيي مرة أخرى سيد حرج سعيد رئيس بلدية العمرية. إذا سيد الكريم، بلدية العمرية على غرار مختلف بلديات الوطن اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء كورونا، وأيضا الحديث عن العمرية يجرنا للحديث عن المستشفى الإخوة بوشريط المتواجد على مستوى المستشفى المرجعي طبعا على مستوى العمرية. ومن هذا المنبر نحيي كل الطاقم الطبي الصاهر على المرضى المتواجدين هناك، وأيضا نحيي كل المرضى نتمنى لهم إن شاء الله الشفاء العاجل لما توموا ربي يرحمهم. إذا ماذا عن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالتحقيم والتطهير؟